السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله عن الهايبر تنشن. تعريفه هو قال لك ايه؟ لما يزيد الضغط عن 140 على 90، لا، لو زاد السيستول عن 140 او لو زاد الدايسول عن 90، يبقى الشخص عنده سيستميك هايبر تنشن. ولكن هل انا بقيس مره واحده بس؟ لا، انا بقيس اتليست توايس اتليست تو فيزيت، يعني النهارده قيسته، كمان اسبوع هقيسه، لازم اتليست توايس، مرتين في زيارتين مختلفتين، تمام؟ طيب بقى بسالك، السنجل ميجرمنت لو لقيت السيستول بتاع بريشر اعلى من 160 والدايستول اكتر من 105، سفيشنت فور دايجنوزس، بس لازم يكون معاه تارجت اورجان دامج. يعني لو انا قيت في قياسه واحده، في مره واحده بس، السيستول اكتر من 160 والدايستول اكتر من 105، في عندنا تارجت اورجان دامج اندر كومبليت فيزيكال ومنتال ستريس، ما يبقاش واكل قبل كده مثلا، مش واكل، متقفل في الاكل، ممكن يعلي الضغط، ما يبقاش بيجري او بيبذل مجهود، هيعلي الضغط، ما يبقاش متضايق او زعلان، هيوطي الضغط، تمام؟ ماشي. الكلاسيفيكيشن قسموها ازاي؟ اوبتيمال ونورمال وبري هايبرتنشن وجريد 1 و2 و3 وايزوليتد سيستوليك. الاوبتيمال 120 على 80، النورمال بتزود 10، كل ما واحنا ماشيين كده بنزود 10، هنا بنزود 5، تمام؟ طيب هنا 120 130، 30 40 40 60، كده بقى ابتدينا نزود 20 من اول جريد 1، بنزود 20، يبقى 40 60 اكتر من 60 اكتر من 60 اكتر من 180، طبعا ايزوليت سيستوليك اكتر من 40، بس السيستول بس هو اللي فيه مشكله، تمام؟ طيب هنا على مستوى الدايستول، هنا اقل من 80، نورمال بزود 5، 85، بعد كده بزود، يبقى 90، زود 5، طب بعد كده زود 10، بعد كده زود 10، من اول جريد 1 بزود 10، تمام؟ من اول جريد 1 هنا بزود 20، ومن اول جريد 1 هنا بزود 10، ماشي؟ الكلاسيفيكيشن في عندنا اكوردنج تو هو سيستول ولا دايستول، تمام؟ في حاجات عندنا ممكن تأثر على السيستول بس، ممكن تأثر على السيستول بس، اللي هي ايه؟ الاورتيك اثيروسكلروسس، اورتيك انكومبتنس، الهايبرودينامكس الكوليشن، زي مثلا الانيميا والبريبير والحاجات دي، تمام؟ وماركت براديكال. اكوردنج تو كلينيكال برزنتيشن ممكن يكون بناين اكسلريتد ومالجنانت. اكوردنج تو الكومبليكيشن يا اما يكون ان كومبليكيتد يا اما يكون كومبليكيتد. اكوردنج تو السيفيريتي في عندنا مايلد ومودريت وسيفير وفيري سيفير. معظم البيشنت معظم البيشنت بيبقى عندهم برايمري هايبر تنشن، يعني مش عارفين السبب، مش عارفين السبب، بنسميه الاسينشال او الانون كوز او البرايمري هايبر تنشن، تمام؟ ده غالبا هو ده الموست كومون، مش عارفين له السبب، غالبا بيجي في ميدل ايج اكتر من 35 سنه، تمام؟ بوزيتيف فاميلي هيستوري. في عندنا ثيوريز كتيره، في عندنا ثيوريز كتيره بتفسر الهايبر تنشن، ولكن هي ثيوريز، ماشي؟ يعني احنا مش عارفين برضه الهايبر تنشن بيحصل ازاي. في عندنا جيناتيك والفيتال فاكتورز، انفيرومنتال فاكتورز زي الاوبيسيتي، زي الالكهول، الصوديوم، حمض الصوديوم ده بيعمل إديمة، بيعمل هايبربوليميا والستريس، الهرمون الهيومورال ميكانيزم اللي هو الراس، الرينال انجيوتنسين او الدستور سيستم، لما الرينال يعلى الانجيوتنسين هيعلى، فالالدستيرون هيعلى والاي دي اتش هيعلى، فالدم هيزيد، السولت ووتر ريتينشن، تمام؟ فالهايبر يحصل هايبربوليميا. الانسولين ريزيستنس، الانسولين وجد ان هو بيعمل الصوديوم دي ابزوربشن، بيعيد امتصاص الصوديوم من التيوبيول بتاعت الكدني، فبيعمل سولت ووتر ريتينشن، فبيعمل هايبربوليميا. سمبثاتيك اكتيفيتي هيزود الابنفرين والنور ابنفرين، هيزود الكاتيكولامينز بصفه عامه، هيعمل بقى فازو كونستريكشن، هيعمل هيزود الارتيريا بلد بريشر، تمام؟ ماشي. كمان بيستابيليت جروث اوف سموث ماسل سيلز اللي موجوده في الارتري. عندنا الارتري بتاعنا كان عباره عن تيونيكا انتما، عباره عن انديثيليال سيلز، وكان عباره عن ايه؟ في عندنا سموث ماسل كده بنسميها تيونيكا ميديا، تمام؟ في عندنا كونكتيف تشو بنسميها تيونيكا ادنتيشيا. السموث ماسل دي هي اللي مسؤوله عن الريزيستنس، هي مسؤوله عن توتال بريفرال ريزيستنس، لما حصل فيها جروث حصل فيها هايبربليزيا وهايبرتروفي، تضغط على الارتري تعمل فيه فازو كونستريكشن، تمام؟ فتعمل ايه؟ الهايبر تنشن، تعمل الهايبر تنشن، لان الارتيريا بلا بريشر بيساوي ايه؟ القانون بتاعه بيساوي الكارديك اوتبوت في التوتال بريفرال ريزيستنس، واللي بيحدد توتال بريف ريزيستنس هو الايه؟ المقاومه اللي موجوده في الارتري عن طريق المسلز، تمام؟ في عندنا ثيوريز ثانيه بيقول ان ممكن يكون الادرينال جلاند اكتيفيتي بيزيد، فبتزود الكيتيكولامينز وبتزود الالدوستيرون، ماشي؟ عندنا الادرينال جلاند عباره عن سوبر المظله والكورتكس، الكورتكس كان عندنا زونا جلوبولوزا وفاسيكولاتا وراتيكولارز، كان في عندنا حاجه اسمها الالدوستيرون، الالدوستيرون بيطلع، وكان عندنا الادرينال مظله بيطلع الكيتيكولامينز، سواء الالدوستيرون او الكيتيكولامينز هيعملوا مين؟ هيعملوا هيزودوا الضغط، تمام؟ كمان الستريس، الستريس بيعمل اسكيميا على مستوى الكدني، لما يحصل اسكيميا الجاكستا جلوميرو ابريتس بتحس من بيئه الاسكيميا دي وتطلع رينال، اللي بيحول انجيوتنسين 1 هيتحول بالانجيوتنسين كونفرتنج انزايم للانجيوتنسين 2 اللي هيزود الالدوستيرون والاي دي اتش، فهيزود الفوليوم بتاع البلد فيعمل هايبرتنشن. طيب في عندنا الاتريال ناتريت بايد، دي بتطلع من الجدار الرايت اتريوم، لما الرايت اتريوم يزيد الضغط فيه
لما الرايت اتريوم يزيد الضغط فيه، في ستريتش ريسبتور موجوده في الرايت اتريوم، تطلع مين؟ بتطلع مين؟ عندنا الاتريال الناتوكوكايد، كان بيوطي الضغط، بيعمل فازو دايلاتيشن، وبيعمل ناتريوليسيس، بينزل الصوديوم في البول، فهيقلل البلاد فوليوم، فهيقلل الضغط. دلوقتي الماده اللي كانت بتقلل الضغط مش موجوده، قلت، فبالتالي الشخص ده الضغط بيعلى. طب البارو ريسبتور ريسيتنج، في عندنا بارو ريسبتور موجوده في البرين، موجوده في البرين، دي كانت بتنظم الضغط، دي بقى حصل فيها مشكله، حصل فيها ايه مشكله، تمام؟ او اليورين اوتبوت قليل، لما الراجل ده بينزل يورين قليل، فالدم الميه تتحبس، فيحصل هايبر بوليميا. ماشي. في عندنا سكندري، سكندري يعني مرض تاني، سكندري نتيجه لمرض تاني، تمام؟ ممكن يكون سي ان اس، ممكن يكون فاسكولار، ممكن يكون كارديو، ممكن يكون اندوكراينال، هنعرف دلوقتي. السي ان اس عندنا حاجه اسمها انكريس الانتراكرينيال بريشر، في بعض العائلات كده بيكون عندهم مشكله في الفازو موتور سنتر، الفازو موتور سنتر عندنا يعني عندهم اسمها ايه، انكريس انتراكرينيال بريشر، ممكن يكون عنده تيومر مثلا، ممكن يكون عنده هيموريج، ممكن يكون عنده مينجايتس، اي حاجه تضغط على مظله بلونجيتا، تضغط على الفازو موتور سنتر، فبيزود الضغط، تمام؟ ماشي. كمان في بعض العائلات بنسميها الفاميليال ديس اوتونومي، فاميليال ديس اوتونومي دي بيبقى بعض العائلات عندهم السمباثيك تون عاليه، السمباثيك تون عاليه، تمام؟ فالابرفن والنور ابرفن عاليين، فعندهم ايه؟ فعندهم الضغط عالي، او عندهم الليد، الليد بيزود الضغط، او في ناس عندها ايه يعني تسمم للرصاص يعني، او بلبر بوليو وبلبر بوليو اوبانيتس، والبوليو نيورايتس، اما يكون الليد نتيجه الليد، اما يكون نتيجه الليد البورفيريا، ده مشكله في الميتابوليزم بتاع الايرون، تمام؟ او ان تيومر او انفلاميشن في المظله او الهايبوثالاموس بيضغط على الفازو موتور سنتر، فبيزود السمباثيك تون. على مستوى الفاسكولا قال لك الكو اركيتيشن اوف اورطه، كو اركيتيشن هنعرف في الفيديو بتاع الكونجيتال هارت ديزيز ان ممكن الاورطه يضيق شويه، الاورطه ايه يضيق شويه، ايه اللي بيحصل؟ الاورطه بيضيق شويه، بيضيق بعد الاوريجن بتاع السبكليفين ارتري، السبكليفين ده اللي بيغذي الابر لين، فالابر لين بيبقى الضغط فيه كويس، يبقى الضغط فيه عالي، الضغط فيه عالي، الدم كله هيتوزع في الابر لين، فيحصل ايه؟ هايبر تنشن في الابر لين وهايبو تنشن في اللور لين، لان الدم اللي هيروح للور لين هيبقى قليل، ليه؟ لان القفله او الضيق ده هيجي بعد السبك ليبيان ارتري. البولي ارتريتس نودوزا وتكيس ارتريتس ده بيبقى انفلاميشن على مستوى الهول بتاع الارتري، فاسكولايتس على مستوى الهول بتاع الارتري، تمام؟ كنا احنا قلنا البركاو وترياد، البركاو والترياد كان بيقول لك ايه؟ ان لازم يكون الاندوثيليوم تبقى هيلثي، ولازم يكون البلاد اليمنت، البلاد اليمنت البسيز وايبسيز وبلتد بنسب كويسه، يعني الاربسيز مش عاليه ولا واطيه، والوايت بس مش عاليه ولا واطيه، تمام؟ كمان سرعه الدم تكون كويسه، فبالتالي لو تغيرت اي حاجه من الثلاثه دول، سواء سرعه الدم او الهيلثي الهيلث بتاع الاندوثيليال سيلز او البلاد اليمنت، لو تغير اي مكون من المكونات دي هيعمل حاجه اسمها ثرومبوزس، ممكن يخش بعد كده الهايبر تنشن، تمام؟ ماشي. البولي سايسيمي البلاد لزج، لما البلاد يكون لزج يبقى لايبو للثرومبوز، فلايبو للهايبر تنشن، تمام؟ يعني الدم بيمشي اجينست ريزيستنس، ماشي. او الاندوكراين عندنا الثيوكروموسيتوما، دي تيومر في الادرينال مظله، بيطلع النفرون والاوريفيك كتير، فبيزود الضغط، ماشي. الكونسندروم والكوشنج الاثنين دول بيبقوا ايه؟ الكونز بقى انكريس الدستيرون، الدستيرون يعمل صوت ووتر تنشن، فيعمل هايبر بوليم، والكوشنج بينكريس كورتيزون، الكورتيزون ده هو الدستيرون لايك، فبيعمل صوت ووتر تنشن، فبيعمل هايبر بوليم برضه هيزود الضغط. كذلك اللي عندنا الهايبر باراثايروزم، الكالسيوم عالي، كالسيوم عالي هيعمل كالسيفيكيشن على مستوى الوول بولافيسل، الوول بتاع الارضي بيبقى كالسفايد ناشف، فيحصل هايبر تنشن. طيب عندنا اكروميجا، الاكروميجا اللي بيحصل اندوثيليال سيل هايبر بليزيا، كل حاجه بتكبر عنده، من ضمن الحاجات اللي بتكبر عنده الاندوثيليال سيلز، يحصل فيها هايبر بليزيا، بيحصل صوت، ويحصل كمان صوت ووتر تنشن. لما يحصل الاندوثيليال سيلز هايبر بليزيا ايه اللي بيحصل؟ عندنا الاندوثيليال سيلز تتخن، فايه بتعمل نارو اليومن، نارو اليومن الضغط ايه؟ الدم يمشي اجينست ريزيستنس، فالضغط يعلى، ماشي؟ صوت ووتر تنشن يعمل هايبر بوليميا، فيعلي الضغط. طب الميكس ليما بتقلل الثيروكسين، لما يقلل الثيروكسين هيزيد الكوليسترول، يعمل هايبر كوليسترولينيا، ممكن يخش في الاثروسكلروزس ويعمل هايبر تنشن. الرينال، على مستوى الرينال في عندنا ممكن تكون فاسكولار، مشكله في الاوعيه الدمويه بتاعت الكدني، او مشكله في البرينكيما نفسها بتاعت الكدني. مشكله في الاوعيه الدمويه بتاعت الكدني حاجه اسمها رينال ارتستنوزس، الرينال ارتستنوزس له اسباب كثيره من ضمنها. طب ايه الفكره؟ اصل الرينا اتسوز لما الرينا ارتري يضيق شويه، يضيق شويه لاي سبب من الاسباب، الدم اللي هيوصل للكدني هيبقى قليل، لما الدم يوصل للكدني هيبقى قليل، في حاجه اسمها جاكسا جلوماريو لاباريتوس، هتحس ان الدم قليل، هتبدا تطلع الرينال اللي هيتحول انجيوتنسينوجين، انجيوتنسين 1 اللي هيتحول لانجيوتنسين 2 اللي هيعلي الضغط، تمام. طب ايه اللي يضيق الرينا ارتري؟ اما يكون اثيروسكلوزس، تصلب شرايين، اما يكون حاجه اسمها الفايبروماسكولار ديسبليزيا، الجدار بتاع الارتري حصل فيه ديسبليزيا، الجدار بتاع الارتري حصل فيه ديسبليزيا، تخن يعني، ماشي. او فاسكولايت انفلاميشن، في انفلاميشن في الوول بتاع الارض، او دايسكتنج انوريزم،
او ثروموزس او امبوليزم، اي حاجه ايه، لو انا قفلت اليومن ثروموز او امبوليزم فهضيق اليومن فهيعلي هيعلي الضغط. طب البارينكيما بنسميها الفوليوم ديبندنت هايبرتنشن، ده بتحصل لو اي حاجه في البارينكيما، اي حاجه تضرب الكيدني، جلوميريونفرايتس، جلوميريونفرايتس تمام، بايلونفرايتس، بوليسيستيك كيدني، بوليسيستيك كيدني، البوليسيستيك كيدني بيبقى فيها حويصلات كده تضغط على ايه، تضغط على الاوعيه الدمويه فتعمل ايه، هايبرتنشن. الكولاجين ديزيز زي روماتويد ارثرايتس وسنيك كلوبس، الجاوت، النيفروكالسيونز، الحصوات بتاعت الـ بتاعت الايه بتاعت الـ بتحصل هايبر كالسيميا، الاميلويدوزس بتعمل نيفروتيك سندروم، الحاجات دي دايابيتيك نيفروباثي ماشي، بتعمل ايه بقى؟ بيطلع كان في بعض المواد اللي بتطلع من الكدني تبقى فازو دايليتور زي بروستا جلاندين، المواد دي مش هتطلع لما اضرب البارينكيما بتاعت الكدني، المواد اللي هي فازو دايليتور زي بروستا جلاندين مش هتطلع، وكمان يحصل سولت ووتر ريتينشن، السولت ووتر ريتينشن هيعمل ايه؟ هيعمل هايبر بوليميا، هيعلي الضغط. الدرجز لو واحده بتاخد حبوب منع الحمل كونتراسبتيف بيلز، طب اشمعنى؟ قال لك الاستروجين بيزود تصنيع انجيوتنسينوجين من الليفر، والانجيوتنسينوجين ده اللي بيتحول لانجيوتنسين 2، الانجيوتنسينوجين بيحول لانجيوتنسين 1 اللي بيتحول بعد كده لانجيوتنسين 2 اللي هيعلي الضغط ماشي. الكورتيكوستيرويد والاس تي اتش هيعمل صوت ووتر ريتنشن فيعمل هايبر بوليميا. طب الليكوريس، الليكوريس اللي هو العرق سوس، العرق سوس ده الدوستيرولايت، الدوستيرولايت هيعمل صوت ووتر ريتنشن فيعمل هايبر بوليميا. الكاربينكسولون والسايكلوسبورمين تمام، الميسيلينيوس في عندنا توكسيميا وبرجنسي، تسمم الحمل والهايبرجلايسيميا. بالنسبه للكلينيكال بيكشر لو ان كومبليكيتد السيمبتومز ممكن يكون اسيمبتوماتيك، بنسميه القاتل الصامت، ممكن يعني ايه يفضل اسيمبتوماتيك لوقت طويل جدا تمام. هيليك، صداع، تينتس، وش في ودان، ديزنس، دوخه تمام، نوزيا، فوميتنج، بيأثر على اللي اسمها ايه الكيمو ريسبتور تريجر زون ماشي. طب ايبستاكسس يبدأ ينزل دم من كل حته، ايبستاكسس، بالبيتيشن، فتيج، ممكن كمان في السكندري هايبرتنشن يحصل رينال فيلير. ساينز الفايتال ساين، ببص على الفايتال ساين، البلد بريشر بيبقى عالي، ما هو منطقي احنا بنتكلم عن هايبرتنشن تمام. طيب انواعه بيكون مايلد ومودريت سفير، مايلد ومودريت، مايلد ومودريت اسري، المايلد 140 على 90، المودريت 160 على 100، والسفير هيبقى 180 على 110 تمام، 180 على 110 ده اللي هو ايه اللي هو السفير تمام ماشي. قال لو المشكله في السيستول بس بيبقى البلس فوليوم، البلس فوليوم ده هو الفرق ما بين السيستول ناقص فرق ما بين السيستول ناقص ناقص الدايستول، ناقص ايه الدايستول ماشي. لو في السيستوليك هايبر تنشن البلس فوليوم انكريز، لو السيستول والدايستول هايبر تنشن الاثنين عاليين يبقى البلس فوليوم ديمنش، يعني دي ده هتعلى وده هتعلى تمام، دي هتعلى ودي هتعلى، ولكن الدايستول بيعلى اكتر تمام. فبالتالي ادام الدايستول هو اللي عالي اكتر، هو الدستور هو اللي اكتر، فالمحصله في الاخر ان البالس فوليوم هيقل ماشي. طب البالس انترنينز لو حصل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي في مصل فايبر هتبقى ضعيفه، في المصل فايبر في الفنتر هتبقى ضعيفه، ومصل ثانيه تبقى قويه، مصل قويه ومصل ضعيفه، المصل القوي تستجيب بسرعه للكهرباء، ومصل الضعيفه تستجيب على مهلها شويه تمام، فدي تتاخر في الانقباض، هتدي لي نبضه قويه ونبضه ضعيفه، والايكوليستنس بنسميها البالس انترنينز تمام، هي مثلا نبضه قويه او نبضه قويه او نبضه ضعيفه تمام. لو انا عليت بكف لحد مثلا وصلت ل 150 ملم مكري هسمع مثلا 50 او احس 50 نبضه، لو نزلت لحد 100 مثلا هحس ايه ال 100 نبضه ماشي. الكارد اكزامينشن بالانسبكشن بالبيشن الاقي الهيلينج ايبكس، احط ايد على ايبكس الاقيها ايه بتخبط ايدي جامد، بتخبط ايدي جامد ليه؟ نتيجه ليه اسمها السيستوليك سيستميك هايبرتنشن. في عندنا قانون بيساوي البريشر بيساوي 2 في التنشن على الريديوس. لو انا عندي فينتر كده في عندنا هنا سيستميك هايبرتنشن، الاورطه فيه ريزيستنس، الاورطه فيه ريزيستنس، فتبدا فينتركل تتكيف مع الوضع ده وتزود السيكنس بتاعها. ليه؟ لادام البريشر عالي لازم انا ازود السيكنس عشان اظبط المعادله بتاعتي، اظبط المعادله بتاعتي، فلازم ازود السيكنس بتاع الماس بتاع العضله دي، ولكن المشكله ان الماس دي السيكنس لما بيزيد لازم معاه يزيد بلس سبلاي، ولكن هنا بلس سبلاي ما زادش، فحصل ايه؟ زياده في المصل الماس بدون زياده مكثفه في بلس سبلاي، فبيحصل اسكيميا، بيحصل ستريم باترن تمام؟ المهم ان هنا العضله تبقى ايه بتحزق، العضله ايه النبضه تبقى قويه جدا، الدم بيركن هنا، بيركن ليه؟ انا اصل لازم عشان الاورطه يفتح، لازم الاورطه يتدفع عشان يفتح، لازم يكون الضغط في الفنتركل اقوى او اكتر من الضغط في الاورطه، فلازم يكون هنا الضغط عالي، فالدم بيركن شويه على ما يتخطى الضغط بتاع الاورطه، فالركنه دي بتدي الهيلينج ايبكس ماشي. الاوسكالتيشن هسمع الاس 2 عالي، الاس 2 هو الناتج من الكروشر بتاع الاورطه والبالونري، بما ان الاورطه في ركنه في قفشه يعني قافش شويه عشان سيستميك هايبرتنشن، فيبقى القفله بتاعته قويه، القفله بتاعته قويه تمام، فلما اجي اسمعه هيبقى ايه اكسنتنيويتد يعني ايه عالي. طب ايجكشن كليك اثناء لو اول ما يفتح الفالف اول الفتحه بتاعته دي اثناء السيستول بنسميها كليك تمام، ممكن كمان اسمع سيستوليك ايجكشن ميرمر
ليه؟ نتيجه الهايبرتروفي والدايلاتيشن في الفنتركل، في اورتيك رينج حوالين الفالف، في اورتيك رينج حوالين الاورتيك، حوالين الاورتيك فالف، تتشد يحصل لها ستريتش نتيجه الدايلاتيشن. لما تتشد الفالف ده يوسع فيحصل ايه؟ سيستوليك ميرمر. ماشي، هو ممكن يكون فانكشنال ميرمر. تمام ماشي. الايبيكال اس 4 نتيجه للبريشر اوفرلود. تمام، نتيجه للبريشر اوفرلود. ماشي، ممكن كمان اشوف الساينز اوف ذا كروز، ممكن حصل ستروك الاقي الساينز اوف لاترلايزيشن لو في حصل شلل يعني. تمام، بنسميها هايبر تنسيف انكفالوباثي. ماشي، نبص على الساينز. في ساينز هنضيفها اللي هي ايه؟ قال لك لازم نقيس الضغط في الناحيتين البوز ارمز. ماشي، عشان ممكن الاورتك دايسكشن لو الاثنين فيهم فرق ممكن يحصل ايه؟ اورتك دايسكشن. ماشي، لازم اطوق ادوان على التارجت اورجن دامج في الريتنا والبرين والكدني. لو في سكندري هايبرتنشن ممكن اسمع بروي، بروي اللي هو الميرمر على الارتري، اسمعه في الرينال ارتري، اسمعه في الاورطه. تمام، او ممكن اسمع، ممكن احس الكدني لو في بوليسيستيك كدني، مع عن طريق بالوت، البالوتمنت. تمام، طيب لو في كوشنج سندروم هلاقي الكوشنج، المونيفيس والحاجات دي. ماشي، ساينز اوف كومبليكيشن، طب لازم يعمل فاندس اكزامينشن عشان يطمن على الريتنا. تمام، اصل في حاجه اسمها الهايبر تنسر ريتينوباثي هنعرفها دلوقتي اللي هي جريد 1 و 2 و 3 و 4. ماشي، بتاثر على الاوبتيك نيرف، بتعمل اوبتيك اتروفي، فلازم اطمن على الاوبتيك نيرف ولازم اطمن على الفاندس. السي ان اس لازم اعمل الاختبارات بتاع الموتور سيستم والسنسوري سيستم، اطمن ان الراجل ده ما عندوش مشكله في التراكت بتاعته، في التراكتات بتاعته والموتور والسنسوري. ساينز اوف لاترلايزيشن، لو حصل ستروك هل حصل شلل اللي عنده ولا ما حصلش. طب الكارديك اكزامينشن، اشوف الجاج، اشوف النيك فين، اشوف النيك فين، احس الجلوب والكريبيتيشن لو في مثلا، لو في انفكشن على مستوى اللنج. تمام ماشي، او في بيرفرال ايديما، احس الايديما هي بيتنج ولا نون بيتنج ولا بايلاترال ولا يونيلاترال، اللي هو الايه الاكزامينشن بتاع الايديما. البيرفرال ارتري، البريفرال ارتري، يحس البلس، البلس كنا بنعلق عليه الريت والريزم والفوليوم والكواليتي والستيت اوف فيسل وول، بنعلق فول كوميت على البلس. طب اوسكالتيشن، لما احنا قلنا اكشن كيلومتر اس 2 ممكن اسمع الكلوز سبليتنج اس 2. الكلوز سبليتنج ليه؟ لان الاورطه بيتاخر شويه على ما ينقبض نتيجه لايه؟ نتيجه للضغط العالي. من المفترض ان احنا الاس 1، الاس 1 ده عباره عن ايه؟ قفله الميتال، والاس 2 هو قفله الاورطه والبالمونري. تمام، الاس 2 بيتكون من جزئين، بيتكون من اورطه وبالمونري. من المفترض ان الاورطه بينقبض قبل البالمونري، فبسمع الاورطه كومبوننت قبل البالمونري كومبوننت. تمام، في عندنا بنسميها السبريتنج، الاورطه مفصول شويه عن، مفصول شويه عن ايه؟ عن البالمونري. ادي اورطه وادي بالمونري. تمام، في فصل ما بينهم بنسميه سبريتنج، الفصل ده هيقل شويه، هيقل شويه ليه؟ اصل الاورطه هيتاخر شويه، هيتاخر شويه ليه؟ عشان الضغط فيه عالي، فالدم بيركن شويه فيه. تمام، فيحصل كلوز سبيت، بيقربوا من بعض شويه، الاورطه والبالمونري بيقربوا من بعض شويه عشان الاورطه ممكن تتاخر شويه. طب ايجكشن كليك نتيجه فتحه الاورطه، الفتحه بتاعت الاورطه اثناء السيستول بنسميها كليك. الميرمر نتيجه للدايلاتيشن الاورطيك رينج. تمام، ممكن اسمع ايرلي دايستوليك ميرمر لو حصل اورطيك ريجرش.